السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم ولقاء يتجدد وبرنامج قرآنا يمشي. وفضيلة الدكتور مجدي الشريف المشرف العام على لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة، وضيفي اليوم وهو أحد علماء مصر في الخارج، فضيلة الدكتور سيد عبد العاطي من علماء الأزهر الشريف ومدير بالنيابة لجنة الفتوى بالمركز الإسلامي بألمانيا، وعضو هيئة كبار العلماء بالجمعية الشرعية. وما زلنا نتحدث حول هذا الكتاب الرائع، كتاب الدين الحق، والذي نتناول منه هذه المعجزات القيمة الجميلة، ودائما نتداول المحاور الجميلة منه. ونبدأ اليوم مع هدية هذا البرنامج أو هذا اللقاء، ولقاء اليوم بعنوان في كل شيء له آية. عنوان اليوم في كل شيء له آية، والهدية من كل طريق وفي أي اتجاه يكون الطريق إلى الله. فضيلة الدكتور مجدي، الله الطريق إلى الله. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته أن جعل كل شيء يدل عليه سبحانه وتعالى. نعم. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والحمد لله، من فضل الله ورحمته النهاردة شفنا بعينين الاثنين أكابر أطباء العالم كيف يسلمون لله رب العالمين ويشهدون لدين الله تبارك وتعالى أنه الدين الحق. أكابر علماء البحار يسلمون لله رب العالمين ويشهدون بأن الإسلام هو دين الحق. أكابر علماء الجيولوجيا، أكابر علماء اللاهوت، أكابر فلاسفة العالم. الله أكبر. حتى في أنفسكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله. كل شيء في كل مجال وفي أي طريق، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. الله. نعم. فضيلة الدكتور سيد، أهلا وسهلا بك في مصر الحبيبة، بلدك الجميلة، ودايما بنتابع هذه الأخبار الطيبة من دولة ألمانيا وحضرتك، والحمد لله، يعني مجموعه العمل مع حضرتك هناك فضل من ربنا، يعني نسمع اخبارا طيبه في المركز الاسلامي في المانيا، وحضرتك نائب مدير لجنه الفتوى بالمانيا. ولكن اسمح لي نبدا، وقبل ما نعرف اخبار الدنيا كده هناك، الطريق الى الله. احسنت دكتور. نعم. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، ثم ما بعد. صلى الله عليه وسلم. ففي البدايه أشكر الله عز وجل أن من علي بهذا المجلس. نعم. الطيب المبارك مع فضيلة الدكتور مجدي حفظه الله، فضيلة الدكتور طارق درويش الله يحفظك حبيب القلب، كما أشكر لقناة الصحة والجمال. نعم. حسن اختيار تلك الموضوعات التي تقرب إلى الله رب العالمين. الله أكبر. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه. القرآن أمره عجيب، إنه الروح، إنه النور الذي يهدي. ولذلك استوقفتني بعض الآيات في كتاب الله عز وجل، نقرأها كثيرا ونستمع إليها كثيرا. يقول فيها ربنا تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. انظر إلى هذه النقلة الإيمانية. البعير من خلق الله عز وجل يدل على الله عز وجل. القاضي شريح قاضي المسلمين ترك ذات يوم مجلس القضاء وانطلق إلى سوق البعير، فتعجب الناس واستوقفوه: يا قاضي المسلمين، تترك مجلس القضاء وتأتي إلى السوق، ماذا تريد نشتريه لك؟ واحكم أنت بين العباد. قال: جئت لأطبق آية من كتاب الله. الله. قال: وما تلك الآية؟ قال: أطبق قول ربي: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. عندما تنظر إلى هذا المخلوق يدلك على خالقه في آيات صنعه جل جلاله، فعندها يرق القلب ويستشعر عظمة الرب، فإذا بالبصر يتوجه للسماء. أفلا ينظرون إلى الإبل، هنا نظرت فاستشعرت عظمة الخالق، فنظرت إلى السماء وعظيم صنعها الله وإتقان خلقها الله، فلا تملك إلا
أن تلتفت يمنة ويسرى فترى الجبال بعظمتها أوتاد تحفظ الأرض بقدرة الرب، فيزداد إيمانك عندها لابد أن تخضع وتتواضع لعظمة ربك فتنظر إلى الأرض التي مهدها لك. كل شيء حولنا يقودنا إلى ربنا. الله جزاك سبحانه الله جل جلاله. آمين. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك فيك. آمين. ده هيخليني بقى وأنا رايح لحبيبي فضيلة الدكتور مجدي والدكتور سيد بيقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الله. وكانت الإبل يعني مركب العرب قديما. نعم. كانوا يركبونها لينتقلوا بين الناس. وأجل حضرتك وإحنا بنتكلم في قضية تنوير التفكير. تنوير التفكير. وكيف يعني يتطور التفكير وكيف يصبح يعني راعيا لنا وداعيا أيضا إلى الله. الله. في قضية تطور وسائل الركوب. الركوب. ما شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعودنا والحمد لله في كل حلقة نأخذ في تنوير التفكير وتنوير السلوك وتنوير المعاملات. صحيح النهاردة معنا فضيلة الدكتور سيد، يعني مش هنعرف نستفيد، ولكن بنأخذ رؤوس الايه الموضوعات. فاليوم بإذن الله في تنوير التفكير، التفكير في تطور وسائل الركوب المتجددة. كلنا لما ننظر إلى وسائل الركوب المتجددة من سيارات وطائرات، والسيارات التي أوشكت أن تكون سيارات طائرة من فضل الله ورحمته، كلنا نقول إن يعني تطور علمي هائل، وهذا صحيح. وبعدين نقول يعني تكنولوجيا هائلة، وهذا أيضا صحيح. نعم. إن التكنولوجيا تطبيق للعلم. نعم. وبعدين نقول إن هذا تطور حضاري هائل، كل ده مظبوط، ونعم عظيمة من الله، كل هذا مظبوط. نعم. المؤمن يضيف إضافة إلى ذلك. نعم. إن هذه الوسائل التي نراها بأعيننا هي تحقيق دقيق لوعد الله المجيد، بعد أعوذ بالله الشجيم بسم الله الرحمن الرحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فينظر المؤمن إلى هذه النعم ليشكر ربه سبحانه وتعالى، لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. يعني ربنا بيقول لنا وعدنا هذا الوعد المجيد علشان لما نشوف وسائل الركوب المتجددة التي وعدنا الله بها نتذكر نعم الله علينا. الله. ونستعد للقاء ربنا، لتستوى على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. استعدوا بشكر الله على هذه النعم إلى لقاء الله عز وجل، حيث النعيم الأبدي بإذن الله. 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 فضيلة الدكتور سيد، قضية نظرة المؤمن أو المسلم إلى قضايا العصر، ومنها قضايا تطور وسائل النقل الهائلة يعني. نعم. ومنهم من يعني له مكان على يعني ناقلة فضاء. نعم. سفينة فضاء، منهم حاجز الآن على سفينة فضاء ليرى العالم من. نعم. من على سفن الفضاء، يعني رفاهية ما بعدها يعني. نعم. أحسنت. استوقفتني الآية التي ذكرها فضيلة الدكتور، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لابد أن نقف هنا. في تطوير التفكير لابد لكل متلق عن الله عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه أن يتدبر. الله عز وجل يخاطب العرب في زمن ما يعهدونه من وسائل الانتقال ما ذكر في كتابه، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. طيب، ويخلق ما لا تعلمون، لابد أن نقف هنا. هذه رحمة وبصيرة. فالقرآن يعلمنا أن نخاطب الناس بما يعرفون. نعم. أو بما له نظير في حياتهم. أما ما لا يعرفون نجمله، سيعرفه من يأتي بعدهم. الله. العرب يعرفون من وسائل النقل ما ذكر في القرآن، لكن لا يمكن أن يتخيل العربي اللي نشأ في البيئة دي أن يكون في سيارة تجوب الطرقات وتختصر المسافات. نعم. ولا ممكن يتخيل أو لا يدرك يكون في طائرة
تطير بين السماء والأرض وتحمل الناس. أو مكوك فضائي يذهب إلى الفضاء فرحمة بعقولهم وحرصا على إيمانهم لم يذكر القرآن لهم إلا ما يعرفون أو ما له عندهم نظير، وده منهج قرآني. الله، انظر مثلا عندما حدثنا القرآن عن الجنة وعن نعيم الجنة ذكر ما نعرف أو ما له نظير في حياتنا كالأعناب كالرمان، لكن هناك أمور لا يمكن أن ندركها أو نفهمها، فأجملها فقال ومن كل فاكهة زوجان. دي بقى الرحمة بقى. لذا لابد أن نقف مع الآيات هذه. الله عز وجل أحكامه كلها رحمة، كلها مصلحة، كلها منفعة، كلها عدل. الله أكبر. لذلك التطور الرهيب اللي احنا بنشوفه ده ذكره القرآن. فيجي العلم الحديث يقف معه ويخلق ما لا تعلمون. ضع تحتها بقى السيارة والغواصة والطائرة والمكوك الفضائي، ولسه من يأتي بعدنا ويخلق ما لا تعلمون. أنا أمور ممكن لا أتخيلها. نعم. يخلق، قوله تعالى يخلق فعل مضارع يفيد الاستمرار. هكذا التطور سوف يظل هكذا والتجدد. نعم. لذلك القرآن أشار لهذا، قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. نعم. وزينت وظن أهلها أنهم قادرون على ده. لسه يا دكتور طارق، ده لسه أهل الأرض بالعلم ومقتنيات العلم من فضل الرب جل هتتفتح لهم آفاق وآفاق وآفاق. فده يغير تفكيرنا أن للكون خالقا. الله، هو الله، الله جل في علاه. الله. نعم. نرجع ثاني برضو، يعني إيه، وكأنكم تؤكدون على تطوير أو تنوير التفكير بأنه يجب على المسلم على المؤمن دائما أن يتدبر آيات القرآن ويتدبر السنة المكرمة حتى يجد فيها ما يعينه على العودة دائما إلى الله. دكتور مجدي، احنا لسه مش عايزين، يعني احنا جينا اتصالات، ولكن احنا في البداية عايزين يعني نصل بأهلنا المشاهدين في يعني جو هذه الحلقة الطيبة الجميلة، واحنا معنا ضيفنا الغالي فضيلة الدكتور سيد. وزي ما عودنا دايما مشاهدينا الكرام ان احنا بنتكلم في محاور ثلاثة، واحنا بنطور التفكير وبنروح للمحور الثاني هو التنوير السلوك. وكنا بنتكلم على انه مشكلات كثيره جدا جدا بتعوق يعني سلوكنا وبتنحدر وتنحرف به الى يعني طريق غير مستقيم. وحضرتك كنت بتذكر انه واحنا يجب في تنوير السلوك برضو عنوان الحلقه يعني في كل شيء الله وفي كل شيء له ايه. نعم. حضرتك النهارده بتكلمنا على نقطه جديده من تنوير السلوك. نعم. اليوم بإذن الله نحب أن يعني إيه ناخد في تنوير السلوك. تسمح لي لأسم. نعم. أختنا مي من المنصورة. طيب. ومعانا بقى لها 10 دقايق. طيب. ومش عايزين نزعلها يعني. اتفضل يا دكتور. الأستاذة مي من المنصورة. أيوة مع حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. نعم. وبنعتذر عن التأخير معلش. لا ولا يهمك، أنا بس كان عندي سؤال تفسير آية القرآن اللي بيقول الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكح إلا زاني. يعني هو لازم يعني معنى الزاني لا ينكح الا زانية ممكن يكون شخص يزني واحده مش بتزني. انا مش فاهمه المعنى الايه بالظبط. طيب حاضر. السؤال الثاني معلش، اول سوره مريم تفسيرها ايه ونطقها الصحيح ايه؟ طيب حاضر، انا فهمت من حضرتك ان عندك سؤالين نتكلم على اوائل سوره. انا عندي حاجه بس عايز اتفضلي. هو يعني فضيلة الشيخ ممكن نرد على حاجة لو طبع الزوج مثلا فيه بيعمل زنا وبيشرب مخدرات ما بيصومش رمضان، هل ممكن ده يتم الواحدة تستمر معاه في أولاد ولا ده ما ينفعش الاستمرار فيه؟ طيب اللي هو استمرار الحياة مع زوج. أيوة. يشرب المخدرات. ايوه، وعلاقات الزنا عنده كتيره ومتعدده لانه مش بيعتبر ان هو زنا، بيعتبر عادي علاقه عاديه مش مشكله. طيب حاضر نجاوب حضرتك. حاضر يا استاذه مريم. حاضر، شكرا لحضرتك وتحياتنا لاهلنا في المنصوره كلهم ربنا يحفظك. فضيله الدكتور محمد الرحيم، هنا في بنرى تنوير السلوك امر ملح، كيف
نراقب ربنا سبحانه وتعالى الله في خلوتنا وفي جلوتنا. الله كيف نراعي كما تفضل فضيلة الدكتور بيوضح لنا أنه لا يوجد أمر من أوامر الله إلا هو عين المصلحة للإنسان في الدنيا والآخرة. الله يعني مناط التكاليف الشرعية هي مصلحة الإنسان، راحة الإنسان، سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. فحل جميع المشكلات الأخلاقية أن نهتم بإقامة الصلاة، مش بالصلاة، إقامة الصلاة، نصلي صح. طب معلش يا دكتور، الفرق بين الصلاة وإقامة الصلاة نشرح يعني. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لما هم أن يكبر تكبيرة الإحرام التفت إلى أصحابه وقال كلمة جميلة، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اتقوا الله، إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. لما أجي أصلي أقيم الصلاة، أن أقيمه، أقيم الصلاة، يعني أركز إزاي بناجي ربنا، إزاي. إنما الصلاة تسكن وتمسك وتذلل، أتذلل ربنا وأتمسك، أخشع لربنا، بحيث إن هذا القلب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. إزاي إن أنا يعني أتمرن في الصلاة على إن أنا أخشع لله، أتعبد لله. الطريق المعبد هو المذلل. إزاي إن أنا يعني يخشع قلبي لربي، حتى ينتج من ذلك، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني أنا هصلي صح هلاقي نفسي الفحشاء والمنكر بدأت أبعد عنه، أبغض الفحشاء والمنكر. والشيء العظيم جدا اللي رسول الله عليه الصلاة والسلام بيبشرنا به أن التوبة تجب ما كان قبلها. الله. يأتي الملك في طواف الإفاضة ويضع يديه بين كتفي الحاج ويقول: اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. الحج شيء عظيم، يعني بنعمة الحج كل اللي فات مات، الآن صفحة جديدة، اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. هذا الحج، وكذلك التوبة. إذا كان الحج يغفر لك كل ما مضى وتفتح لك صفحة آفاق جديدة، يعني اعمل فيما يستقبل، خلاص قد غفر لك ما مضى، لا تلتفت، سبحانك يا رب. هذا في الحج وكذلك في التوبة. عندما أقول يا ربي أنا رجعت إليك، أقول الله أكبر وأقيم الصلاة صح وأحمد ربي صح، وأقول يا رب أنت مالك يوم الدين، أنا هقف من إيدينك وأتذكر أن ربنا هيحاسبني. الوقفة دي ربنا بيمسح لي بها كل اللي فات، لدرجة أن واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وقال يعني أنه هلك، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، وأقاموا الصلاة وصلوا العصر، وبعد الصلاة جه تاني للرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أطعه في الكلام، قال له: هل صليت معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: قم فقد غفر. صلي، الله، قيم الصلاة، اخشع لربنا، والله هتبقى زي الفل. الله، ربنا يحفظك يا دكتور. هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب، قم فقد غفر، غفر الله لك. الله، انا ما بحبش اطول عشان عايزين نستنى دكتور سيد. انا جاي اسمع والله، عندي سؤال وعندي رجاء. نعم. واحنا بنتكلم في تنوير السلوك، وانه اقامه الصلاه بهذا الشكل يعني تقوم لنا سلوكنا، وذلك مدعاه الى ان حياتنا كلها تتغير وامورنا كلها تتغير لما نبعد عن الفحشاء، وهتبعد عننا. هسمع من حضرتك تعليقك على هذا الموضوع. بس معانا الاستاذ ابو العلايم من القاهره. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليك السلام ورحمه الله. ايما حضرتك ابو العلايم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبفضله الشيوخ الكرام، بارك الله فيك. هنستاذن ما عليكم بدقيقه تسمعوني، ده بعد اذن ما عليكم يعني. تفضل. ربنا يبارك فيكم ويكرمكم ويرزقكم بكل شيء صالح. ربنا يحفظك، تفضل. اعوذ بالله من كلمه. انا كنت في، انا في مشكله ومحتاج الجماعه وحضرتك برضو فضيله الاستاذ ان تحضروني، ده بعد اذن ما عليكم، في قريه، في قول المشكله. منطقه البساتين.
وده يبقى فضل من حضرتك ومن فريق احنا البرنامج لغايه دلوقتي ما ان سمعناش. يعني خش في المشكله عشان نساعدك، احنا ما سمعناش المشكله. ربنا طيب يحفظك واحنا تحت امرك، اتفضل. مشكلتي يا فندم مع اخت، مع امي اللي جابتني في الدنيا، اللي انا الجنه تحت رجليها. ايوه. خدت يعني، كنت انا عايش طول حياتي، انا بتكلم بمرض الله، عايش طول حياتي تحت رجليها. فجت في يوم من الايام ربنا اراد ان انا طول حياتي الجنيه اللي بجيبه بديهولها. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، اتوجدت ربنا اراد ان انا لقيت مبلغ موجود في رساله جايه لي على التليفون، مبلغ 50,000 جنيه، ان انا سحبت 50,000 جنيه. سبت الكل وسبت الحسن اللي على راسي وبقولها يا امي اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اي شيء انا فداكي، لكن انت ما تسيبنيش. اتطلقت اتطلقت وما سمعتش كلام اهلي، اتطلقتي بسبب ان انا ما سبتكيش وامشي. سبت بنتي سبت بنتي وما رضيتش بالوضع اللي انا ان انا ابعد بعيد عن رجليكي. سبتيني ومشيتي بسبب اختي وجوزها واولادها. انا عايز بس عايز اربط يا ابو العماين، عايز اربط بس في الموضوع. انت دلوقتي عندك مشكله في ان كنت انت كلك تحت امر والدتك، وكنت هي بتديها كل اللي انت اللي هي عايزاه، وكانت بتسحب فلوسك كلها، انت عامل لها كل حاجه يعني، بتديها كل حياتك. وبعدين صدر مشكله بينك وبين زوجتك بسبب والدتك، ولكن انت استبقيت والدتك وفضلت والدتك عن زوجتك، واخد بالك، وبنتك. ده اللي انا فهمته منك، انت عندك مشكله دلوقتي مع والدتك، ان هي كمان والدتك بتعاملك مش معامله مش كويسه. سابتني ومشيت. طيب انا هطمع في كرم حضرتك في حاجه، لان طبعا احنا بوقت البرنامج، بس انا حابب قوي ان احنا نساعدك. انا هستسمحك بعد البرنامج هتصل على حضرتك، سيب رقمك في الكنترول، لان الموضوع ده احنا عايزين نتكلم فيه باستفاضه، موضوع يعني العلاقه بين الابن والام، وموضوع الجنه، وموضوع حاجات كبيره جدا، وانا شايف ان انت حد قلبك حلو. احنا بس اسمح لي، عايزين يعني نقدر نشور عليك كويس، وانا معايا علماء هياخدوا راحتهم معاك في الكلام. سيب رقمك واسمح لي، هناخد راحتنا بعد البرنامج مع حضرتك، وان شاء الله باذن الله هيكون في حل طيب جدا جدا، لان انت عندك قلب ولا افضل ولا احسن. ربنا يحفظك ويبارك فيك. انا بشكر لحضرتك المداخله الجميله دي، ربنا يبارك فيك. فضيله الدكتور سيد، الحقيقه انا يعني انا تعبان عشانه، يعني حد جميل، ربنا يا رب يبارك فيه وان شاء الله يحلله مشكلته، ربنا يصلح باله. قضيه اقام الصلاه نعم، وما يترتب عليها من تعديل للسلوك عند المؤمن. بارك الله فيك. طيب أنا أود الإشارة بداية إلى الحكمة في ترتيب أركان الإسلام، لأن الصلاة من أعظم أركان هذا الدين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الحديث في حكمة من هذا الترتيب. قال العلماء أن الركن الأول من أركان الدين بيّن لنا الغاية والوسيلة إليها. إيه معنى الغاية؟ الغاية من خلقي وخلقك، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. دي الغاية. طيب فالركن الأول أشهد أن لا إله إلا الله، أدي الغاية، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. الله أكبر. علمنا الغاية، كيف أصل إليها؟ وأشهد أن محمدا رسول الله. الله. يبقى لن أصل إلى الله وتحقيق الغاية من خلقي بالعبودية إلا خلف نبيي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الله. بعد ما عرفت الغاية والوسيلة، نقول لك انتبه، الحقوق متنوعة. هناك حق لله، هناك حق للخلق، هناك حق للنفس، وهي على هذا الترتيب: أعلى الحقوق مرتبة حق الله، ثم حق الخلق، ثم حق النفس. ما دمت قد علمت الغاية والوسيلة من خلقي وكيف أصل إليها، طب ابدأ بالحقوق بقى. أعلى حق إيه؟ حق الله. حق الله وإقام الصلاة. الله. يبقى الصلاة حق مين؟ حق الله. طب إن أديت الحق للذي خلق يسر لك كل السبل. الله. وأعانك على كل شيء. الله. لماذا؟ لأنك وفيت بحقه الذي من أجله خلقك. لذا قال النبي: وإقام الصلاة.
طيب أديت حق ربي بالصلاة، انتبه هناك حق المخلوق وإيتاء الزكاة. الله أكبر. يبقى في زكاة مالي حق للمخلوق الفقير واليتيم والمحتاج، الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة. أديت حق المخلوقين، طب حق النفس بقى. وصوم رمضان. نعم. صيام رمضان حق للنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. ده حق نفس. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم. يبقى ده تربية للنفس. أديت حق النفس يا دكتور طارق. نعم. الحق اللي جمع بقى جميع الحقوق خلاه النبي أخيرا محج البيت. ليه؟ لأن الحق ده جمع الحقوق جميعا، حق الله وحق المخلوق وحق النفس، لذا جعله أخيرا وفي العمر مرة للمستطيع. الله أكبر. في الحج فرض، يبقى ده حق الله. في الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حق نفس. في الحج الهادي حق المخلوقين. الله أكبر. إذن الصلاة حق لمن؟ لله. طيب الدكتور أشار وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ننتبه هنا، البعض يقول يا عم الشيخ مدينة بنصلي وكم من الناس بيصلون ولسه الفحشاء والمنكر ينتشرون. نعم. لأنك لم تتدبر الآية. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي جعلها بمثابة الواعظ، وقد يستفيد المرء من الواعظ ويعمل وقد لا يعمل. نعم. يبقى المشكلة عندك أنت مش في القرآن، مش في الصلاة. ذلك ربنا قال ولا ذكر الله أكبر. أحسن الله. يعني اذكر ربك. نعم. الله يرضى. افتكر ربك الله. ما تنساش ربك. نعم. اوعى تغفل عن ربك. أحسن. مش تأديها مجرد حركات، لا. نعم. قلبك من جوه. نعم. إذا الصلاة واعظ. طيب عشان أستفيد من الواعظ اسمع معي. الآن الدكتور بيسمعني والدكتور بيسمعني، صح؟ والمشاهدون يسمعونني. نعم. أليس كذلك؟ نعم. طيب إمتى الدكتور اللي بيسمعني والمشاهد اللي بيسمعني يحصل الخير؟ اقرأ القرآن. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به الله. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى عندك أنت يا دكتور فرق بين اعمل بقى العمل والمعصى. لذلك الصلاة دكتور طارق نور وهداية. الله أكبر. براءة من النفاق، براءة من النار، محو للخطيئات، رفع للدرجات، تطهير للذنوب والزلات. الله أكبر. ماذا تريد بعد ذلك؟ الله أكبر. لا يكفينا حلقات، لكن هي إشارات تقويم للسلوك فعلا، إقام الصلاة. نعم. ربنا يحفظك. دكتور مجدي، في دقيقة نرد على أهلنا اللي تركوا لنا الأسئلة دولت ولا؟ تمام. وطبعا في نقطة، بسم الله الرحمن الرحيم. الفتوى طبعا دائما لجنة الفتوى، ولكن احنا دائما بنوضح ان يعني الغفلة تؤدي الى غفلة، وان الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. يعني اعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا. فازاي ربنا يكرمنا محو الغفلة؟ ومحو الغفلة بالتوبة. يعني أنا نفسي أتوب إلى الله. نعم. وأكون سبب في توبة غير إلى الله. وهذه التوبة مش إن هي تمحو ما مضى وبس، لا، وتنور لكل اللي جاي. الله. قال أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما كان قبلها. نعم. خلاص، حتى أن ربنا برحمته سبحانه وتعالى قال بعد أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أصبح المشكلة عندنا مش فعل الخطيئات، لا، المشكلة عندنا إن إحنا نرضى نتوب. لذلك لابد إن إحنا نعين وتعاونوا على البر. لازم نعين بعض ونوضح. يعني من ضمن الأشياء المهمة جدا 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 نوضح إن علامات القيامة ظهرت. التطور في البنيان علامة بارزة بتقول لك استعد للقاء الله. حتى لما جاء هذا الرجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ يعني علامات كتيرة النهاردة بتقول لنا انتبهوا، وموت الأقران بيقول لنا انتبهوا، الموت موعظة، كل ده علشان نساعد بعض. يلا يلا نتوضى. بمجرد ما بتوضى ربنا بيمسح لكل الذنوب
وبيفتح لي أبواب الجنة. ناخد بإيد بعض. ليه؟ يعني هنا أصبحت المشكلة عندنا خير الخطائين التوابون. خلينا خلينا ناخد بإيد بعض للتوبة. ناخد الأستاذ وليد من القاهرة. أهلا وإحنا بناخد بإيد بعض. أهلا وبعدين نرجع للدكتور سعيد. أستاذ وليد اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا فندم. مرحبا بأهل سوهاج، ربنا يحفظك. الله يبارك لك يا فندم، ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم يا فندم ويكتر من أمثالك والله. الله يكبر خاطرك، الله يكبر خاطرك، اتفضل. لا وطي وطي التلفزيون، وطي التلفزيون على الآخر وكلمني من التليفون لو سمحت. حضرتك أنا عايز أستفسر يا فندم عن وكان كنزوما، أنا هاي اللي بيقولوا كان كنزوما تحتهما حتى يبلغ أشدهما. لو سمحت يا فندم يعني واحدة واحدة بكل المعاني حضرتك. طيب حاضر. الدكتور يشرح لك الآية. حاضر حاضر يا فندم اتفضل، ربنا يحفظك استاذ وليد. طبعا هنا ايضا في اعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. يتسأل كيف تقرا فواتح سوره مريم. نعم نعم. وكذلك وكان تحته وكان ابوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. من ربك. وهنا لمحة جميلة جدا. سيدنا الخضر ليه قال في المرة الأولى فأردت، وفي المرة الثانية قال فأردنا، وفي المرة الثالثة قال فأراد ربك. الله أكبر. جاء عند الشيء اللي فيه عيب فأردت أن أعيبها. لأن يا ربي الخير منك وإليك والشر ليس إليك، ما فيش حاجة تنفع ربنا ولا بتضر ربنا. أدب. لكن أدب. لما جه عند العيب قال إيه فأردت أن أعيبها وكان وراءهما. لكن لما جه عند استبدال الشر جه الخير وطرد الشر، جه عند هذا الاستبدال قال فأردنا، يعني الخوف من مشاكل هذا الغلام من ناحية الخضر والرحمة ربنا بأنه يبدلهم بخير منه. وان ربنا اراد ان هذا الغلام بدل ما يكبر ويكلف لا اصبح من المواليد. لا اصبح. طيب لكن لما جه عند الخير البحت قال فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. الله اكبر، ربنا يحفظك. احسنت، بارك الله فيك. برضو انا مريم لان عندها وجع اختنا. نعم. مريم من منصوره. نعم. وقضيه انها تقدر تستطيع انها تعيش مع زوج زاني. حاضر. ويتباهى بهذا الزنا وينفي انه يعني شيء محرم. بارك الله فيك. طيب ازاله شبهه فقط في الايه الاولى الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه. البعض بيعتقد اعتقاد خاطئ، تقول لك مثلا فلان بيزني ومتزوج من عفيفه والآية تقول الزاني لا ينكح إلا زانية. طبعا الآية تنصب على من امتهن الزنا ولم يتب، إنما إنسان قد يعصي ويقع في الكبيرة لكن بيخاف ويريد أن يرجع، هذا لا يدخل ضمن الآية لأن ده رجع خلاص كده، أو ترجى منه التوبة وهكذا، عشان برضو نزيل الإشكال فنقول لابد أن ننتبه لهذا. هي 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 بتتألم من هذا الموضوع لأنه هو يمتهن. أوه. الموضوع دلوقتي. نعم. موقفها هي يا دكتور. طيب جميل. الآن هو مثلا يرتكب كبيرة من الكبائر، معروف حكم مرتكب الكبيرة أنه في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه، لكن أنا كيف أتعامل معه كزوجة بقى؟ الزوجة عليك أن تنصحي له وتصبري عليه وتكثري من الدعاء له، سلي ربك هداية زوجك واصبري عليه لعله أن يتوب ويرجع بإذن الله تعالى. نعم. أصل إنه مرتكب لكبيرة ومعروف في الكبيرة لا تخرج عن الملة إلا أن يستحل، فعلى هذا أقول للزوجة اصبري ولا تشتتي الأسرة وعليك أن تجعليه هدفك. لأن أنت صاحبة منهج وصاحبة رسالة وهم، كل مسلم صاحب هم، إذن اجعلي هدفك هداية هذا الرجل وخذي بالأسباب وابذلي أسباب الهداية، إلا إن استعصى عليك الأمر تماما ووجدت من نفسك أنك لا تصبري على ذلك، ففي مثل هذه الحالات إن وصلنا لطريق مسدود فلا حرج، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، لكن بشرط أن تبذلي وتصبري وتدعو لزوجك بالهداية. ربنا يحفظك. معنا اتصال من أسوان يا دكتور، وبعدين نخش بقى في المحور الجميل الرائع اللي منتظرينه
محور يعني تنوير المعاملات وتربية الأبناء، وهو نعم. محور كلنا بقى يعني مشتاقين ليه. نعم. معانا مكالمة من أسوان. ألو أستاذ ممدوح تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، أهل أسوان الكرام. الله يكرمك يا عم وبارك الله فيك جميع مشايخنا ودكتورنا وكله. ربنا يحفظك. الواحد متضايق دايما مش عارف ليه في الأيام دي كده. متضايق ومخنوق. على طول يعني كده. طيب. فضيلة السادة الدكاترة يقولوا حضرتك على بعض الأدعية التي تزيل الهم ويعني ترفع الكرب إن شاء الله. حاضر حاضر، وتحياتنا لأهلنا في أسوان الكرام الطيبين، ربنا يحفظك يا رب. دكتور مجدي، لما تحدثنا في الحلقة الماضية في تنوير المعاملات وفي كيف يتعامل الزوج مع الزوجة وكيف تتعامل الزوجة مع الزوج وكيف نحول النكد إلى سرور، وده كان سؤال الحلقة الماضية، كيف يتحول النكد الى سرور في البيت، وجدت لنا الحقيقه اتصالات كتيره جدا وناس هدايا ياما، يعني الناس كتير خدت هديه كتاب الدين الحق، خدوه PDF على الواتساب اللي يقراوه ويستمتعوا بيه. النهارده واحنا بنتكلم في تنوير المعاملات في راجع لهم كيف يتحول النكد الى سرور. كيف يتحول، احنا عايزين الاجابه بقى. أيوة. انا عشان اللي ما اسمعهاش يعني كيف يتحول النكد الى سرور، كيف يتحول النكد الى سرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، في حرب ونكد ومشاكل وشحناء، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. الله، يا خبر أبيض. ندفع، ادفع بالتي هي أحسن. كيف نحسن؟ يعني أن أحسن إلى من أساء إلي، أن أصل من قطعني، أن أعطي من حرمني، يعني بذل المعروف بيرتد بالإيه لكل فعل رد فعل، هترتد هذا يعني هذا الخير لصاحب هذا المعروف. الله نعم. أكبر. ادفع بالتي هي أحسن. نعم. كيف نحول النكد إلى سرور يا دكتور سيد؟ بارك الله فيك دكتور طارق. الدكتور أجاب ادفع بالتي هي أحسن. نعم. وليس هذا فحسب. العلاقة الزوجية دكتور طارق أسرة، والأسرة جاءت من الأسر بمعنى القيد، وده قيد اختياري، ده أنت اللي اخترته مش إجباري. القيد ده لبنة في بناء أمة، فلابد أن كلا الطرفين أن يتقي الله في الطرف الآخر. نعم. عشان يتحول النكد إلى سرور محتاجين لقضية اسمها التغافل. الله. ودي قل من يقف امامها. نعم. سيدنا النبي عليه الصلاه وازكى التسليم في بيت عائشه في حجرتها، احدى زوجات النبي تعد طعاما للنبي في بيت عائشه وفي ليله عائشه. الجاريه حملت القصعه واتت بيت عائشه، طرقت بابها، عائشه تفتح الباب، غيره اكلتها. انه النبي والليله ليلتي هو في بيتي. فأشاحت بيدها فانكفأت القصعة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفلقت إلى شقين وتناثر منها الطعام. ده فعل. لو احنا أخذناه بمحمل الكرامة ومش عارف ايه الكلام الدارج ده، هنطلق الزوجة ونفسد العلاقة. لكن يعلمنا معلم البشرية الله أكبر صلى الله عليه وسلم التغافل ليرحم فيها غيرتها وضعفها، فيجمع الطعام من على الأرض ينفضه ويأكل ويقول لمن حوله كله. الله. غارت أمكم. الله. الله. رحمة، محتاجة رحمة، محتاجة التغافل ونعدي. يا عائشة قومي فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها طعام بطعام وصحفة بصحفة. الله أكبر. ما تصلوا عليه بقى. الله هي دي. أنا عايز أتغافل في بيتي عن بعض الأمور. ما نقفش على الوحدة. مش كل كلمة نعمل منها مشكلة. نعدي. وبقول للزوجة لما يكون غضبان اسمعي له ما ترديش، وكذلك للزوج. يبقى احنا محتاجين لخلق التغافل في بيوتنا. نعم. وده من الدفع بالتي هي احسن. الله اكبر. ارحم فيها غيرتها وضعفها. الاكثار من الطاعات. الله اكبر. لانه لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة. الله. كان احدهم يقول كنت اعرف تقصيري مع ربي في سوء خلق زوجاتي ودباتي.
يبقى أنا مقصر. طب نحاول نجتهد في الطاعات تتحول الهموم إلى سعادة وسرور. الله أكبر، ربنا يحفظك. بارك الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغافل عما لا يشتهي. الله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغافل عما لا يشتهي. وكذلك في صحيح مسلم قال سيدنا عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم. أحسنت. أو كدت أن تفسدهم. يعني النجاح يؤدي إلى نجاح. حاول حاول تطلع الخير هينمو. نعم. طلع الخير هينمو. تغافل عن المشكلات هتضمحل. نعم. الله بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. يبقى وادفع بالتي هي أحسن وسنة التغافل. نعم. في معالجة الأمور. نعم. ومراعاة الحالات النفسية. نعم. للضعاف في البيت، الزوجة والأولاد. أحسن. من أسباب نسح النكد وتحويله إلى السرور. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيك. ممكن أكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل. أنا حضرتك بقالي 6 سنين ضغط. 6 سنين؟ ضغط، مش عارف الضغط طول خالص. أنا مش سامع الحقيقة، 6 سنين إيه؟ يخطب. بتخطب خطيئة يعني تخطب تعتلي المنبر يعني؟ لا بخطب بالجواز يعني. خطبه. خطبه. طيب معلش. بقى 6 سنوات بتحاول ان انت تجد عروسه يعني؟ ومش عارف كل ما اخش في موضوع ما يتوفقش معايا. من 6 سنوات ولم يعني يتوفق حتى الان. السؤال بتاع حضرتك انه انت تشعر بان في عندك مشكله في الموضوع ده، في حاجه بتفسد عليك اختياراتك. يا اما من عندي يا اما من عند اللي انا داخل عليهم يعني. تمام، حاضر. اسمح لي الساده الدكاتره يردوا على حضرتك، وده سؤال مهم جدا، ربنا يحفظك. حاضر، اتفضل يا فندم. فضيله الدكتور مجدي، نرجع تاني لقضيه الاولاد، واحنا بنقول تنوير المعاملات وازاي نطور من اسلوبنا في التعامل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الحفاظ على الاسره وهذه اللبنه والتوافق او الانسجام بين الزوج والزوجه، ازاي بيطلعوا لنا أو بيبان ده على الأولاد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بإذن الله بناخد في تنوير المعاملات. يعني في الحلقة السابقة أخذنا في تنوير المعاملات معاملة الزوج والزوجة. إحنا معنا 7 دقائق. طيب النهاردة في تنوير المعاملات هناخد كيف نعامل أبناءنا. نعم. كيف نعامل أبناءنا. حتى ما أخطأنا فيه من قبل الله. وننوي أن نقوم على السنة من الآن. نعم. يغفر الله لنا به. نعم. يعني ما سبق الله. ويحسب لنا أن حياتنا كلها معاملة إيه حسنة. نعم. كيف نعامل الأبناء المعاملة الحسنة على سنة الرسول عليه السلام. صلى الله عليه وسلم. 10 سنوات ما عاتبه، لم يقل لشيء فعلته لما فعلتها هذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. يترك موضوع المعاتبة، يترك الضرب لا يضرب إلا شراركم. ده موقف النبي مع سيدنا. ولكن أنس. بالرحمة والتعليم. انظر، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت نعلم. نعلم استمرار التعليم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. كيف أرعى أبنائي؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ازاي ان انا ابقى مسؤول؟ كلكم راع وكلكم مسؤول. ازاي اكون مسؤول عن الاولاد؟ بالرحمه وبدون القسوه. انا بقول بالاختصار. صحيح. عشان وحضرتك ذكرت حاجه برضو مهمه. نعم. جدا، وقلت في وسط الكلام لا يضربوا الا شراركم. وكان حضرتك بتعلمنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. انه لا عقاب بدني على الاشرار في البيت للاولاد. أيوة. وان كان من مبدئه الرحمه. نعم. ما كان اللين في شيء الا زان، وما نزع. نعم. اللين من شيء الا شانه. نعم. ده كان هدي النبي في التربيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. دكتور معانا في دقيقتين، واحنا عايزين يعني نخطف كده قبل ما الحلقه تروح، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيه الاولاد. احسنت. اختصر لك عجاله. يربى الولد بدايه على التوحيد الخالص. اذا افصح الغلام فعلموه لا اله الا الله. الله اكبر. هربي الولد، احسن اختيار الكلمه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا غلام اني اعلمك كلمات، ما قالش يا حيوان كما يفعل بعض الاباء. نعم. وبعض الامهات. يا غبي، يا فاشل، هذه الألقاب السيئة تدمر الطفولة.
وتبعدنا عن المنهاج. عمرو بن سلمة يأكل مع النبي تطيش يده في الصحفة، ما بيعرف يأكل، ما نهرهوش، ما غضبش، ما سبش، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الله أكبر. هكذا التربية. قل له يا حبيبي يا عزيزي يا قلبي عشان يستقبل مني. أدي واحد. إيه كمان؟ في مجال التربية لابد أن يحذر الآباء من ذكر مساوئ الأبناء أمام الغير. نعم. أقارب، جيران، إن هذه سباب تسبب أمراضا وعلل نفسية في الولاد. صحيح. نراعي المراحل العمرية في التربية، دي مهمة قوي. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لعبوهم لسبع، أدبوهم لسبع، صاحبوهم لسبع. نعم. أهم شيء التركيز على السلوك والأخلاق داخل البيت بعد التوحيد. نعم. ديننا كده عقيدة وخلق كريم وفهم سليم. مع الدعاء لهم. نعم. بالهداية وحسن التربية. مع الحاضر وأختم من الدعاء عليهم. نعم. النبي يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل. الله. اوعي يا أختي تقولي لساني بيدعي عليه وقلبي بيقول بعد الشر عليه. هذا جهل. ربما توافق الدعوة ساعة إجابة فيكون الندم. نعم. فعليك أن تكثري من الدعاء لهم. وأهم شيء صلاحك أنت كأب وصلاحك أنت كأم يعود على الأبناء بالخير. الله. وكان أبوهما صالحا. الله أكبر. يعني أنا وباخد من كلام حضرتك أنه القدوة مهمة جدا، ولازم الأب والأم يكونوا قدوة. يعني الله. معنا دقيقة دكتور مجدي، وعايزين يعني كلمات نلخص فيها هذا اللقاء. أمر مهم جدا. معنا دقيقة. نعم. في علاج مشاكلنا ومشاكل أولادنا، والسؤالين للأخ اللي هو بيشعر بالضيق والتعب، والأخ اللي هو بيخطب والخطبة ما بتتمش بقالها سنوات. أمر جميل جدا 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 إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن فاتحة الكتاب: نعم. ما قرأت بحرف منها إلا أوتيته. نعم. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. والذي عنده أم الكتاب. سبحان. الحديث صحيح مسلم: ما قرأت بحرف منها. فأنا أوصي يعني هؤلاء الناس ونوصي أنفسنا طبعا أن نقرأ فاتحة الكتاب 7 مرات. نعم. وأن نقرأ قل هو الله أحد المعوذتين 3 مرات. نعم. دائما نقرأها في الصباح والمساء وبعد الصلوات. نعم. لأن ابن حجر العسقلاني ذكر بأن قراءة الفاتحة 7 مرات رقية، ذكرها في البخاري. أما بالنسبة لسؤال النهاردة عشان ما ننساهوش. نعم. سؤال: ماذا احنا بنقول هنربي أولادنا تربية جميلة، طب هنستفيد إيه؟ فيها سؤال النهاردة: ماذا يرث العبد عند لقاء ربه؟ الله أكبر. ماذا يرث العبد؟ يرث العبد عند لقاء ربه. الله أكبر. نعم. الحقيقة احنا وقتنا أوشك على الانتهاء، وكان لقاء الحقيقة ولا أروع في جلسة العلماء. نعم. وبأكد على السؤال النهاردة إن شاء الله لو في إجابة الرقم اللي موجود أمام حضراتكم على الشاشة تتواصلوا عليه، عشان لو الإجابة سليمة توصلكم نسخة هدية من كتاب الدين الحق، كتاب دكتور مجدي الشريف. إن شاء الله دي تكون هدية جميلة ليكم. السؤال بيقول: ماذا يرث العبد عند لقاء ربه؟ أنا الحقيقة يعني بختم معاكم النهاردة، بشكر فضيلة الدكتور مجدي على هذا اللقاء الطيب، فضيلة الدكتور الرائع الجميل اللي منورنا من ألمانيا، فضيلة الدكتور سيد عبد العاطي على هذا اللقاء الطيب الجميل، ودايما كده لافد فوق، ربنا يحفظك ويبارك فيه. أعزائي المشاهدين، في هذا اللقاء من يعني برنامج قرآن يمشي، واللي دايما بنأكد فيه على كتاب الدين الحق انه فعلا يعني كتاب يستحق المتابعة والقراءة، اجتهدوا انه تاخدوا نسخة منه ان شاء الله بالتواصل على الرقم الموجود على الواتساب. بشكركم على حسن المتابعة، ووعد بلقاء السبت القادم إن شاء الله في نفس الميعاد، ولقاء جديد من برنامج قرآن يمشي. وحتى ألقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.